مرحبا والسلام عليكم. أنا اسمي محمد، أرحب بكم جميعا إلى قناة تعلم هندي بالعربي. اليوم راح نتابع موضوع المواصلات. فموضوع المواصلات هو موضوع متوسع، احنا بدأنا في فيديوهات سابقة، لكن هلا راح نتكلم عن مثلا شو بالمطار فيه. راح نتكلم في فيديوهات مقبلة مثلا في محطة القطارات، وكيف تطلب تاكسيات وتحكي مع سائقين التاكسيات وما إلى ذلك. هلا الموضوع في المطار. المطار بالهندي بسموه هواي آدي، مثل بقول بدنا نترجم هيك في المطار، لأنه عم نحكي في المطار، أو زي بالإنجليزي بقولوا in the airport. Airport هي المطار. In the airport أو at the airport. شو؟ في المطار. في من الهنود بيستعملوا airport زي بالإنجليزي، بشدوا على الآر airport. عرفت كيف؟ بقولوا بالمطار. بس بالهندي في ناس بحبوا، هناك هنود يتعاملوا بالهندي أكثر. فالمطار نفسه بقولوا له هوا آدا. هوا يعني زي بالعربي كيف؟ هوا، لأنه الطيارة بتطلع بالهوا، بتطير بالفضاء بالهواء. عرفت كيف؟ بيقولوا له هوا آدا. بس لما يكون في زي مضاف في المطار أو على المطار أو عند المطار، فبزيدوا عليها فر زي بالإنجليزي at أو عند المطار أو مي داخل المطار، في المطار مي، شفناها يمكن في فيديوهات سابقة، مي في الداخل. فهنا بنكسرها هاي، بدل ما نقول هوا هوا آدا عشان فيها زي موصولة، بقولوا هواي آدا. هواي آدي شو؟ بكسرون الجهتين، هواي آدي طار أو مي، يعني في المطار. كويس؟ طيب هلا أنت مثلا كنت بالمطار، وصلت على المطار، بدك تسأل أسئلة، مثلا مش متأكد وين. مطار كبير، عدة أقسام، في عند توقف مثلا بالسيارة برا بعيد بالكار بارك، يعني مش متأكد وين أي قاعة الوصول، وين المغادرة، وين بدك تروح. فيك تسأل هون وين قاعة مثلا زي ما شايفين هون، وين قاعة الوصول مثلا. كويس؟ فبتقول أجمن. أجمن يعني ما شفنا يمكن فيديوهات سابقة، يعني بيجي بوصل. شو بقوله؟ أتا هي أو تعال، يعني بيجي وصول. أنا الاسم من الفعل. كويس؟ فأنا بقوله أجمن الوصول. كويس؟ فبقوله أجمن هول بنحط ثلاث نقط على الغة، بصير جا أجمن زي الجا بالمصري. أجمن أجمن هول. عرفت كيف؟ أجمن هول يعني بحطه بالأول أجمن بعدين هول. كويس؟ كها هي، كها يعني معنى وين، كها هي زي ما شفنا، كها معناها بيسأل عن الشغلة وينها، بقولوا كها. كويس؟ عم بتدور على شيء بتقول كها، كها هي. فهاي بتدلك على بسأل قاعة الوصول. كويس؟ طيب يمكن انت تسأل وين قاعة المغادرة. كويس؟ نفس الشيء بس بتقول هول كها هي، عم تسأل عن الشغلة، فاللي بتتغير هون زي ما شفنا هنا بدل الوصول المغادرة. براستان هنا شو بقولوا لها؟ براستان. براستان هي زي المغادرة. كويس؟ يمكن بشدوا عليها شوي الطعن. براستان براستان هون كها هي. شو يعني وين؟ وين قاعة المغادرة. كويس؟ طيب هاي عرفنا الموضوعين. طيب هلا بتيجي مثلا بدك تسألهن، افرض انه شو اسمه، بدك تسأل
الرحلة رقم 12. شو بدك تسأل؟ انت الرحلة اذا كنت جاي تنطر حدا وبتعرف انه هاي رحلة رقم 12، كويس؟ بدك تسألهم متى تصل، يعني يمكن صح وفي كمبيوترات وشاشات بتفرجي هيك، بس مرات تتأخر، يمكن يكون مش دقيقة جدا. بدك تروح تسأل مثلا اللي على الانفورميشن هناك، المعلومات او الاستعلامات، فبتقول له رحلة رقم 12. يعني فيك تقول، يعني هناك بخلطوا مرات الهندي مع الانجليزي، فيك تقول فلايت نمبر. شو فلايت نمبر 12؟ شفنا من الارقام قبل معناها بارا، مزبوط. اذا رحلة رقم بارا 12. عرفت كيف؟ ففيك تقول زي بالانجليزي فلايت نمبر بارا، اللي قلنا عنها بارا هي 12، وبتشوف الارقام زي ما تعلمناها قبل، بتحط اي رقم من فلايت نمبر بارا، فيك تقول كها او كبي اتي هي، يعني شو كبي اتي هي، اذا بدك تسال امتى بتصل، شو عن الوقت، اي ساعه بتصل، كبي يعني معناها وات تايم، فيك تقول كها يعني وين بدها تصل، يعني عرف شو، او وين اي جناح مثلا من المطار، ففيك تستعمل كها او كبي. كها معناها عن المكان أين، بينما كبي الوقت متى، كويس. زيد عليها شو الفعل آتي هي، آتي تيجي يعني تصل، آتي هي، كويس. فهيك صارت السؤال تسأله فلايت نمبر بارا كها آتي هي، كبي آتي هي، بقول لك شو اسمه، يمكن بجاوبك مثلا، يمكن إذا عم تسأل عن المكان، أنت بدك تعرف وين باب أي جيت، أي بوابة تنطر، يمكن يرد عليك، مثلا يقول لك بوابة رقم 3، شو يقول لك؟ انطر عند بوابة رقم 3، شو بقول لك؟ عند بوابة رقم 3، الثلاثة شو معناها؟ زي ما شفنا بالأرقام، زي ما شفنا كمان بالرسمة، التين قلنا عنها على اسم فواكه تين، فإذا بوابة رقم 3، فهي بيستعملوا التعبير زي بالإنجليزي بيقولوا get، بس بشدوا عليها شوي، بدل جيت بالإنجليزي get، شو get number تين، هذا هو، يعني بدك تروح عند البوابة رقم 3، جيد؟ فهي من ضمن الاستعلامات، يمكن تسأله طائرة الميدل ايست، شو طيارة مثلا؟ طائرة الميدل ايست، فالطيارة بالهندي بقولوا لها فيمان، شو بقولوا لها؟ فيمان، أو جهاز، كيف بقول هواي جهاز، يعني بالأردن وكمان بالهندي بيعرفوها هاي، أو فيمان، فيمان طيارة، بس كمان زي ما قلنا جهاز الهوائي، وهي الطيارة شو؟ الجهاز اللي بيطير بالهواء، بقول الجهاز هواي جهاز، شو هواي، هوا يعني هواي، يعني موصولة بيزيدوا عليها اللي مكسورة، هواي جهاز، هواي جهاز هي الطيارة يعني، وبعدين بتحط عليها شو اللي بدك اياه، مثلا الميدل ايست، طيران الميدل ايست، طيران مثلا الاميريتس، الاتحاد، الجولف، ايجيبشن ايه، سعودي أريبيا، سيريان إيه، إيراك إيه، وما إلى ذلك.
فبنكمل وراها اسم شركة الطيران. شركة الطيران جيد. فهاي بعض المواضيع يعني بسيطة اللي ممكن تستعملها لما تكون في المطار. ورافقتكم السلامة. مع السلامة. مع السلامة زي بالعربي الوداع. قولوا الوداع. لا الوداع. الوداع اللي هي قريبة على الوداع. والوداع بنقولكم. وشكرا على المشاهدة والرجاء الاشتراك ونراكم. السلام.